رانا متواصلوا في هذا في دار الفن اللي رابح درياسة، ونشكروا كما يقول لك الشيخ، كما يقول لك الشيخ بومعزة اللي قدم كما يقول لك واش هدر، ونكملوا كما يقول لك الحديث تاعو. رانا حين نديروا فانيك عندنا وصله في جاردان بيزو، ولا كان الجو يكون شباب ولا كاش حاجه، ورانا كما يقول لك فيها المسرح، فيها الكلون، فيها حتى الشعبي. بمناسبة شهر رمضان الكريم، ارتأت لجنة الثقافة لبلدية بليدة بالتنسيق مع المؤسسة العمومية لترقية الفنون والنشاطات الثقافية والرياضية بإقامة برنامج ليالي رمضان. هذا البرنامج مختلف، فيه مختلف الطبوع من حوزي شعبي وأندلسي، راح تشارك فيه جمعيات مختلفة تنشط على مستوى بلدية وولاية البليدة، لأنه راح يكون أيضا بالتنسيق مع مديرية الثقافة والفنون. نشكر دار الفن رابح درياسة على رأسها المدير الطيبي على هذه التظاهرات بمناسبة شهر رمضان الفضيل، ونشكر أيضا اللجنة الثقافية لدار الفنان على هذه السهرات الفنية التي كانت من أروع ما يكون. نشكر كل من مدير دار الفنان ولجنة الثقافة اللي يشرف عليها السيد بومعزة على هذه التظاهرات اللي راهم برنامج ثري بالشعبي والأندلسي. سهرة عائلية. نشكروا مدير دار الفنان أخ طيب البلباي والمنشط سليم على هذه السهرة الممتعة، ورانا في مبادرة قيمة إن شاء الله، ومازالوا سهرات جايين إن شاء الله. جيت اليوم لدار الفنان كمتفرجة لسهرة أندلسية وكانت زين شابة الله يبارك، ونشكر دار الفنان وجمعية النجمة على الأداء الجميل. You